تفضل. والله شوف، احنا الان كنت يوم موجود بالملعب يعني، والتلفزيون يوضحها اكثر يعني. الان واضحه انه نزل الخصم على رجل احمد فاضل ليس على الكره، والدليل انه راح ضربه هدف. فهنا دور الحكم الخامس يعني، انت اكو حكم خامس، شوف اذا تلاحظ حضرتك الحكم الخامس جدا قريب على الحاله، وشوف هاي توضح اكثر شيء. شوف تقريبا دفع على الرجل مترتين الحكم، ويعني ضربه جزاء اثار واضح جدا يمكن بس يعني تعرف احنا ما عندنا يعني عذرا يعني قدره حكامنا، بالعكس الثق بهم حكام، الحكام الرائعين جدا خصوصا الكابتن علي صباح. بس لا بس انه واحد مثلا مثل اللاعب، اي لاعب يريد ينجح بمباراته فاكيد الكابتن يريد ينجح بمباراته، اكيد لو مقتنع انه ضربه جزاء كان سواها. لكن هو رايك ضربه جزاء؟ هي ضربه جزاء واضحه جدا كابتن نديم. حسب المشاهده طبعا، مشاهدتنا احنا اليوم نتكلم ليس منظومه اختصاص، فقط مشاهدين. تدخل يعني بصراحه تدخل قوي على قدم اللاعب احمد فاضل. احمد كان ذكي في هذه المساله اللي هي راح بجسده قبل او حجز الكره بشكل صحيح، مما اضطر المدافع بان هو ينزل على رجله، وهاي تحسب طبعا نقطه ايجابيه لاحمد، مثل ما نقول ذكاء من اللاعب في الحصول على ركله. طيب. الجزاء انا اعقب على حاله، احنا دائما حكم الوسط، اليوم ما شاء الله حكامنا زادوا بحكام مساعدين مع الاسف يعني، ما اعرف يعني ليس بخسا بحقهم وليس من تقليل من قيمتهم. اليوم علي صباح الحكم علي صباح نوجه له كل التحيه والاحترام، مو فقط دائما هو قريب وراح يتخذ، اكو حكم مساعد. اليوم الحكم المساعد اللي يمكن يبعد مسافه مترتين او ثلاثه كان هو الاجدر التحول اتخاذ القرار، اتخاذ هذا القرار. الطلبه مع اللاعب امير صباح وضرغام اسماعيل، كابتن نديم لك التعليق. هاي الحالة يعني تختلف اختلاف جذري عن الحالة الأولى، ليس من يعني من باب الإنصاف من باب المشاهدة، وإحنا رأينا خاص يعني مو نعوف الأهل الاختصاص. هنا أنا إذا بس إذا شاهد كابتن علي باع الكرة أكثر بعيدة عن رجل اللاعب، يعني الأدفانتج الأمير بعيد، يعني حتى مسألة الدربل بعيدة. بعد هنا أنا الحالة صارت بعد الكرة، إذا تلاحظ مسألة لو الدربلينج مالته بحوسته ممكن نطيب مبدأ الفائدة والحكم، بس الدربل مالته بعيد ما غير مستفاد، هناك اكو نوعا ما تمثيل، هو راح على قدم اللاعب. القرار صحيح ليس ركلة جزاء، قرار صحيح برأيي فعلا، اوافق الرأي الكابتن. اذا الاخطاء التحكيمية على من اثرت اكثر في هذه المباراة؟ الزوراء يعني عندنا مال مهند اكو حالة اخرى مهند بالهواء واندفع من قبل الخصم، وهي ضربة جزاء واضحة يعني اندفع من الخلف يعني اكثر من كرة. كذلك عندنا اللاعب المحترف يعني قبل لا يضربها على اكو حاله اخرى، شوت مال احمد مكرم. بالضبط، احنا مثل ما قلت الكابتن كارلو، احنا ما نشكك بقدرات حكامنا، حكامنا رائعين، حكامنا مفخر الكره العراقيه، بس المشكله دي يعني ما احنا نحتاج الى حلول. الزوراء تعاني من هذا الموضوع، واحنا تعرف ننافس على بطوله، ننافس على مشكلتكم على صباح مع الميناء، وهسه الجمهور يعني نكون واقعيين اكثر يعني، فقاعد تتكرر الاخطاء من الشخص، من نفس الحكم، هي ليس شخصيه بس لا مو هي شخصيه، هي جزء هي اخطاء، جزء من يعني جزء من من عالم من عالم كرة القدم، بس لكن كانت مؤثرة بشكل كبير يعني. فقدتكم نقاط الميناء ليس يعني من باب الدفاع، وانه اليوم نقاط حتى الطلبة ترى ايضا بالاخطاء التحكيمية تأثر أكيد كثير، اكيد خاصة يعني مباراة نفط البصرة بحيث كان يكون هناك يعني، وايضا حكم الخامس كان ما له دور بهذا الموضوع. يعني انت اليوم سألي السؤال كلش وجهي، عذرا للمقاطعة كابتن العزيز، يعني اتمنى يكون حكامنا الاضافيين اكثر جراءه باتخاذ القرارات، الشخصيه كاريزما مالته اتمنى يفرض، لان هو حكم مساعد. ريم ذكر لقطه لمهند عبد الرحيم، لو تشوفونها اياها يا شباب، والكابتن لك التعليق. شوف يعني هاي بالهواء واندفع، يعني هاي ضرب، اشوف لحظه هاي ضربه جزاء يعني دفع من الخلف، لحظه يعني قلت لك كابتن نديم ضربه جزاء كابتن، يعني يكون اكثر انصاف، قرب المسافه ما بين اللاعبين يعني اكثر، يكون اكثر صراحه، كره مشتركه يعني تعتبر كره مشترك، صعب جدا كابتن اللي قبلها كان اشتراك تنقل قوي، هاي الكرات صعب جدا تلقاها بدورينا يتخذ بها قرار، اشتراك مسافه القريبه ما بين المدافع اذا تلاحظ، بس اذا شاهد المسافه القريبه ما بين مهند، لا بشوف الفعل أكيد. فعل المدافع اعاقه لو ما اعاقه اكيد حتى مصعد براسه يعني تحس مثلا راح بايده، يعني ضربه جزاء. أنا برأيي كرة مشتركة يعني، برأيي صراحة لا يوجد بها ضربة جزاء. كابتن كريم والله أنا أشوفها، إيه هو رأيي أنا بالعكس، رأيي محترم، بس أشوفها دفع من الخلف.